شوف حتى سهلة اللي هي تنفحر اهي، شوف اهي، يعني احنا داخلين بالصدفة مفيش أي نور أي نور، وهي مبحورة خالص معانا وممكن تجيب تاني. دي كده تعرفنا إن في حد فحر هنا أساسا، يعني احنا لو فحرنا ممكن نلاقي حاجة. أهو شوفوا الفحر، رغم الأرض ناشفة مش ينفع تتفحر أهي، تمام. شوف هنا إزاي، شوف السلاسة، يبدأ يفحر زي كده بالظبط ويروح حاطط العمل بتاعه، تمام. يروح حاطط العمل بتاعه مثلا كصوره او اسم او اي شيء كملابس داخليه من الوحده، ويروح حاططها هنا ويبدا يدفن. طبعا احنا نحط راس الميت هنا بالظبط، يبدا كل ما الدود ياكل في الشخص والسحر تحت منه كل ما العظمه بتاعه السحر زادت على المسحور. تخيلوا ان احنا بصوا في قبر وقد ايه بنجيب ميه، والمكان صعب ومرعب وموحش، ومع ذلك الساحر بيدخل هنا ويعمل يفحر فحوة زي ما احنا شايفين كده ويبدأ يحط العمل بتاعه. دي نقطة. النقطة التانية، للأسف بعض ضعاف الإيمان من الناس، وده جالي حالات كتير جدا للأسف، اللي حامل من شيخ واللي جاي على أساس إن هو بيقول هحضر عليك جن في قبر، يعني يدخلها هنا، يعني يدخل بيها جوه القبر، يدخل بيها هنا جوه القبر ويبدأ يقول لها أنا هحضر، يقنعها بكده. جالي حالات كتير بالشكل ده، ويقنعها ان عشان مثلا مفيش خلفه مع جوزها، فيقول لها انا هخلي جن يحضر عليكي هحمله، بس هيحصل علاقه جنسيه بينك وبينه، وصاد انك انت هتحبلي مع جوزك. فاعمل ايه يا مولانا؟ يروح قانعها بالنقطه اللي انا اتكلمت عنها، وكارثه مصيبه اللي الناس كلها ماشيه بيها، ان السحر السفلي ما بيتفكش الا بسفلي. فيقوم الواحدة تلف كتير، فتلاقي نفسها بسبب فشل الشيوخ وبسبب ان هي مش قارت التدبر تفشل في العلاج، فتفتكر ان القرآن حاشا وكلا انه مش شافي، فتبدأ تمشي بفكرة الساحر اللي كان قايلها لها ان سحرك هيتفك بالسحر السفلي، ما هي قال لها ان معمول لك سحر سفلي. فتيجي معاه القبر، فتيجي معاه القبر وتدخل القبر وتمارس علاقة جوه القبر، علاقة جنسية جوه القبر. كل ده الجن اللي طالبه مع الساحر، سواء كان دجال ولا كان مشعوذ او نصاب، فيبدا يمارس معاها الجنس. جالي ستات حامل جوزها مسافر بره، جات لي حامل من ساحر تقول لي الحقني انا اتدمرت، انا حصل لي كذا، انا حصل لي كذا، اقنعني ان الجن اللي هينام معايا. فده كتير جدا هتلاقي من الساده المشاهدين، من اللي تعرضوا للشيوخ انطلب منهم الكلام دوت، هتلاقي آلاف الناس بتكلمك في الكلام ده، إن الساحر يطلب إنه يكتب على صدرها، يكتب على جسمها من تحت، يكتب على ظهرها، يكتب على وركها، يكتب على رجليها، يقول لها إحنا هنعوز حاجة من ماء شهوة، هنعوز حاجة من مني رجل، هنعوز كل دي. جميع البنات اللي راحت للشيوخ اتعرضوا ليها. أول معرفة الساحر إنه يقول لك اسمك إيه؟ اسم أمك إيه؟ هاتي حاجة من قطرك ويقول لك هكشف عليك. أكبر كارثة للناس كلها، دي أول علامة نعرف بيها الساحر. تمام. فدي من ضمن هنا احنا الاول هنطلع على المكان اللي هورهولك، اللي الساحر بيعمل الطقوس بتاعته، بيولع شمع ويجيب واحده وينام معاها وياخد ماء الشهوه بتاعه وبتاعها بتاع الزنا، لازم يكون زنا، ما هو طالب نجاسه. فيبدا يحطه على بعض من الحيض مع بعض الزعفران ويكتب بيه ايات قران، يعني السحر اقوى سحر بيتعمل اللي بنكتب بيه ايات قران، اقوى سحر. لذلك ناس كتير تقول انا فتحت العمل لقيت مكتوب فيه قران، مكتوب فيه ايه الكرسي، هو كاتبه بنجاسه، كلام رب العالمين مكتوب بنجاسه، وممكن يكتب صوره كامله ويروح حاطط في وسطها كلمه كفريه انت مش تميزها، الانسان العادي ما يميزهاش، فانت بتقرا شرك بدون ما تاخد بالك. طب احنا ممكن نكمل كلامنا بره القبر؟ خلصنا بصراحه. بيروح عاملها مكان حرق الشمع، ده بيروح حط الشمعه بتاعته هنا، يمكن اهي بصي شمعه سايحه اهي،
تمام، يبدا ان هو يولع هنا الشمع ويبدا يحصل علاقه بينه وبين اي حد هنا في المكان دوت، ويعمل امور السحر السحر والشعوذه بتاعتها. تمام. طبعا احنا كنا صورنا كام مره هنا كان مكتوب طلاسم ونجوم، بس بص في شاب هات الخط الاحمر ظهر اهو. جينا احنا والشباب ومسحنا كل الطلاسم اللي كانوا كاتبينها، يعني حتى هات ظهر كده تلاقي الخط الاحمر هنا كان مكتوب ابليس مثلا ونجمه خموسيه، هنا اتشالت. تعال بص هنا برضو اهو الاحمر اهو مكتوب اهو، كان هنا معمول نجمه. تمام. اهي مقشرينها عشان حرمه الميت اللي موجود معانا. تمام. كذلك هنا كل ده كلها كانت اصحاب. يبدا الساحر يكتب يعمل نجوم وطلاسم ويولع النار ويحصل علاقه بينه وينتهك حرمه الموت هنا. هنا كان مرسوم رسمه شيطان، بصي بصي معايا، دي كانت ايده ودي كان الراس ودي القرون اهي، الرسمه لسه زي ما هي والخطوط الحمراء ظاهره. تمام. دي كانت عامل رسمه شيطان، كان عامل راس شيطان وكان كاتب، وهنا برده كان راسم رسمه واحد هنا هو الخط الاسمر ده، وكان كاتب عليه تفريق بين فلان وفلانه كل ده احنا طبعا شخبطناه، لان كل ما الطلاسم موجوده واي حد يجي كل ما السحر والجن يحضر في المكان. فهنا ده كان بيحصل انتهاك لحرمات الموتى، وان الساحر يبدا يستخدم اسحاره في اماكن زي دي يطهر ينجسها بافعاله اللي بيعملها عشان يضم